نحن ينبغي علينا أن نحاول في كل عمل نقوم به أن نبحث في دافع ذلك العمل وفي باعث ذلك العمل ونحاول أن نجعل هذا العمل متمحضا لله سبحانه وتعالى هنالك حديثان مرويان الحديث الاول ينقله المحدث القمي رحمه الله عليه في سفينه البحار يقول مضمون الحديث ان الملائكه لتصعد بعمل العبد المؤمن وهذا العمل يخرق جميع الحجب حتى يقوم الملائكة بين يدي الله تعالى ويقول الملائكة لله تعالى عبدك فلان عمل كذا من الأعمال الصالحة ولعلهم مبتهجون بذلك فيقول الله تعالى لهؤلاء الملائكة أنتم حفظتي ولكن لا تعلمون دخيلة نفسه ما إياي أراد بهذا العمل هذا هدف شيء آخر هذا هدف أن يمدح في المجتمع هدف الدنيا ثم يقول الله سبحانه وتعالى عليه لعنتي. الله تعالى يلعن هذا الفرد فتقول الملائكه عليه لعنتك ولعنتنا. هذه الروايه الاولى. الروايه الثانيه ايضا ينقلها المحدث القمي رحمه الله عليه في سفينه البحار. عن النبي الأعظم صلى الله عليه واله النبي يقول لأبي ذر طبعا الحديث لعله واحد أول ما يقرأ هذا الحديث لعله لا يستوعبه ولكن الحديث يظهر معناه عند التأمل النبي صلى الله عليه واله يقول لأبي ذر يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه الفقه يعني الفهم الرجل الفقيه يعني الفاهم من هو الفقيه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر يعني كلام الناس لا يكون ملاك للمؤمن الناس مدحوه لا يهتم بذلك الناس ذموه لا يهتم بذلك الناس فهموا ما يهتم لم يفهموا لا يهتموا بذلك. الان انتم هذا النمل الذي يوجد في البيت، اذا علم هذا النمل فرضا انكم علم عملتم العمل الفلاني، هل تفرحون بذلك؟ لا. اذا لم يعلم بذلك، هل تحزنون لذلك؟ لا. علم النمل وعدم علم لا يؤثر فيكم لا ايجابا ولا سلبا. الفقيه كل الفقيه هو المؤمن الذي لا يرى للناس يعني لعلم الناس في قبال الله تعالى قيمه. الناس علموا او لم يعلموا. مدحوا او لم يمدحوا ذموا او لم يذموا لان في الواقع المؤمن طرف معاملته الله تعالى فقط